في شركتين راح يتم تخصيصهم اللي هم شركة البورصة وشركة الزور الأولى. الشركتين هذول يعني ناجحين، شركة البورصة أصلا شغالة وربحانة، ليش يعطون هالتاجر؟ شو الهدف؟ كل صفقة تتم في بورصة الكويت سوق الأوراق المالية يدش نسبة حق هالشركة، وشركة شغالة من زمان، والحكومة هي اللي قاعد تاخذ الفلوس والجميع مستفيد، ليش ياخذونها يعطونها فئة معينة؟ هذا بخصوص شركة البورصة. والشركة الثانية شمال الزور، هذه كهرباء وماي طاقة بيحطونها بإيد التاجر، وهم هذه شركة أصلا شغالة وربحانة، ليش يحطونها بيد التاجر ويضمنون له 40 سنة في عقدها الأساسي، 40 سنة لقدام ضامنين شراء الطاقة من التاجر الحكومة؟ يعني مو شركة بتسوي طاقة وبتعرضها على المستهلك بالكويت ولا بالسعودية ولا بقطر ولا لا، إيه بتسوي الطاقة الكهرباء والماي، هذه بتكرر الماي، والحكومة برسم الخدمة ضامنة شراها 40 سنة لقدام، والحكومة راح تأخذها بسعر ربحي للتاجر، والحكومة راح تحط الدعم وتبيعه حق المواطن. يعني الحكومة خسرانة من الصوبين، خسرانة أنها دعمت المواطن وهذه إن شاء الله ما فيها خسارة لأنها مواطن، وخسرانة من الصوب الثاني أنها أخذتها بسعر ربحي من التاجر.